حيث فاز الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس يوم الجمعة بجائزة نوبل للسلام تكريما لجهوده لأجل السلام في بلاده وتكريما لجهوده في إنهاء 5 عقود من الحرب في بلاده، كما أعلنت رئيسة لجنة نوبل كاسي كولمان فايفر. وتقدم أو تقدم لجائزة نوبل للسلام أكثر من 100 مرشح، من بينهم هيئة الدفاع المدني السوري المعروفة بالخوذ البيضاء، بعد أن نفذوا أكثر من 50,000 أو أنقذوا أكثر من 50,000 من تحت الأنقاض ورشحوا من منظمة حقوقية عالمية. ولو جرى تكريم الخوذ البيضاء التي يبرز فيها العامل الإنساني بقوة، سيعطي إشارة إلى إيجابية للمنظمات التي تعمل على الأرض وتتحمل شتى المخاطر.